أحسن الله إليكم. مجموعة من الأخوات يسألن هذا السؤال عنهن. أم جواد تقول: فضيلة الشيخ، المرأة في الأيام الأخيرة من النفاس ويمر عليها أيام تكون فيها جافة تماما، فتغتسل وتصلي، ولكن بعد الاغتسال بيوم يكون معها كدرة أو صفرة إفرازات بنية اللون، هل يعتبر هذا من النفاس؟ أي هل ينتقض الطهر أم تكتفي المرأة بالوضوء لكل صلاة حتى تنقطع الكدرة؟ النفاس إذا انقطع دمها في أثناء مدة النفاس تغتسل وتصلي وتصوم في رمضان، فإن عاد عليها كدرة أو صفرة أو دم في أثناء الأربعين أنها تكون نفسة، يكون النفاس قد عاد إليها، فتدع الصلاة والصيام، ثم إذا انقطع الدم في تمام الأربعين فإنها تغتسل للطهارة من النفاس، تغتسل عند تمام الأربعين، وإذا انقطع قبل الأربعين ولم يعد فإنها تغتسل ويكفي هذا، لا تغتسل عند تمام الأربعين. إذا كانت قطع دمها قبل الأربعين واغتسلت فإنها طهرت ولا حاجة إلى إعادة اغتسال مرة ثانية عند تمام الأربعين. الحاصل أنها إذا حصل لها طهر متخلل في أثناء الأربعين يوم فأكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وهذا طهر متخلل، فإذا عاد عليها الدم ولو صفرة في أثناء الأربعين فإنها تعتبر قد عاد عليها النفاس فتجلس إلى تمام الأربعين.